صباح الخير، اهلا وسهلا دكتور فؤاد فيك وبكل الشباب ريس وكل الاخوه الموجودين. انا شو بدي اقول لكم، انتم بتعرفوا العوره والعوره بتعرفكم، وهي المعرفه يعني عمرها بدنا نقول من ال 75، ويعني انتم عوائلي اصليين، يعني لبنانيه اصليين، واهلا وسهلا بضيعتكم واللي عم تعملوه اليوم تكملي لكل اللي بلشتوا، اللي هي الحفاظ على وحدتنا، الحفاظ على حريتنا، الحفاظ على كرامتنا. وأنا ما فيني إلا أقولكم شكرا من صميم القلب باسم كل أبناء الضيعة. مرسي كتير دكتور فؤاد، وأهلا وسهلا فيك عن جديد، هاي ضيعتك أنت وفيك الشباب.